بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو تعريف الدم لسان، وهذا تمهيد للدرس القادم إن شاء الله، لأن الدرس القادم سيكون ترانسفيزيون سانغين. لا ترانسفيزيون سانغين. تعريف الدم: الدم هو سائل ليكيد لزج بيسكو أحمر لون couleur rouge يجري في الأوعية الدموية les vaisseaux sanguins ويتم تصنيعه في النخاع العظمي la moelle osseuse بالجسم ويتم ضخه la pompe نتاعو واستقباله le recevoir بواسطة القلب le cœur. يتكون الدم من أجزاء مختلفة كل واحدة فيها تلعب دورا مهما ومعينا، وهي على النحو التالي: خلايا الدم الحمراء غلوبول روج تحمل الأكسجين الO2 وثاني الأكسيد دو كربون CO2. خلايا الدم البيضاء تساعد الجسم في حمايته من الإصابات بالأمراض مختلفة. الصفائح الدموية وهم البلاكيت تساعد في وقف النزيف، دور تاعها سيليموستاز وتساعد في وقف النزيف، تحبس لوسينيمون ليزيموراجي. بلازما الدم وهي السائل الذي يحمل الدم ويعزز عمل الجهاز المناعي لو سيستيم ايمونيتير. تختلف كمية الدم الموجودة في جسم الإنسان من شخص إلى آخر، وذلك اعتمادا على العمر وحجم الجسم. كمية الدم في الجسم العادي يحتوي البالغ ما بين 4.2 لتر حتى 5.6 لتر من الدم. أما الطفل والرضيع يحتوي 70 ميلي لتر إلى 80 ميلي لتر في كل كيلوغرام من وزن الجسم. أما الآن سنتنقل إلى رايحين نروحوا لي تابلو، هذوما اللي عاديينهم في التابلو. إذا كانت فصيلتك هما الفصائل، كاين الأ والبي والأ بي والأو، ستادير أ بوزيتيف والا نيجاتيف، البي بوزيتيف والبي نيجاتيف، الا بي بوزيتيف والا بي نيجاتيف، والاو بوزيتيف والاو نيجاتيف. هذوما الفصائل. اذا كانت فصيلتك ا بي بلس يعني ا بي ايجابي، يمكن ان تستقبل من الاخرين ذوي الفصائل التاليه، يعني لي ا بي بلس ايجابي يقدر يستقبل الدم من الأشخاص اللي باش نذكروهم درك اللي عندهم الفصائل أو نيجاتيف. نطلب من الطلبة أن يشاهدوا هذا الطابلو، هذا الجدول، ويعدلوا الكابتشور شوية طويل، يعدلوا الكابتشور باش يزيدوا يفهموا أكثر. ودرك نروحوا للطابلو رقم 2، وهو في فصيلة الدم للمريض. عندما يكون المريض عنده A بوزيتيف يقدر يستقبل الدم من عند O بلس والO نيجاتيف والA بلس والA نيجاتيف. وعندما يكون المريض عنده B بلس يقدر يستقبل الدم من عند O بلس والO نيجاتيف والB بوزيتيف والB نيجاتيف. عندما يكون المريض A B بلس يقدر يستقبل من كل الفصائل، من جميع الفصائل. الـ AB بلس يقدر يستقبل من جميع الفصائل. أما الـ O بلس، الـ O بلس يقدر يستقبل من الـ O نيجاتيف والـ O بوزيتيف. الـ A نيجاتيف يقدر يستقبل الدم من عند الـ O نيجاتيف والـ A نيجاتيف. الـ B نيجاتيف يقدر يستقبل من الـ O نيجاتيف والـ B نيجاتيف. الـ AB نيجاتيف يقدر يستقبل من الـ O نيجاتيف والـ B نيجاتيف والـ A نيجاتيف والـ AB نيجاتيف. الـ O نيجاتيف يقدر يستقبل من عند واحد برك، وهو لازم يكون نفس الفصيلة والزمرة كيفو O نيجاتيف، ستادير الـ O نيجاتيف يستقبل إلا من الـ O نيجاتيف. درك نروحو للجدول التحتاني هذاك.
فصيلة الدم، نسبة نوع فصيلة الدم لدى البشر في العالم، صدير لهنا لو ستاتستيك تاع الجروباج والريجيوس الفصائل والزمر في العالم. الاو بوزيتيف 40% من سكان العالم الفصيلة تاعهم والزمرة او بوزيتيف. الاو نيجاتيف 7% من عدد السكان في العالم، العدد الاو نيجاتيف كاين 7%. الأ بوزيتيف نسبة عدد السكان في العالم اللي عندهم الأ بوزيتيف 34%. الأ نيجاتيف نسبة عدد السكان في العالم 6% اللي عندهم الجروباج والريجيوس أ نيجاتيف. البي نيجاتيف كذلك النسبة 8% عدد السكان في العالم 8% اللي عندهم بي بوزيتيف. البي نيجاتيف 1%. الأ بي بلس 3% والأ بي نيجاتيف 1% نسبة قليلة جدا اللي عندها الجروباج والريزوس في العالم تاع الأ بي بلس. هذه هي شرح الجروباج والجروباج قداه كاين من جروب، كاين قلنا الأ نيجاتيف بوزيتيف، البي بوزيتيف نيجاتيف، الأ بي نيجاتيف بوزيتيف، والأو نيجاتيف اي بوزيتيف. كذلك عرفنا الجروباج والريجيوس، الجروباج هو من أ بي والأ بي والأو، والريجيوس وهي السلبي والإيجابي هو الريجيوس. هذا شرح مبسط، سيتبع هذا الدرس بدرس آخر وهي لا ترانسفيزيون سانجين. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس، لا تنسونا بجام واقتراحاتكم ومشاركاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.